صمويل الأول 5. فأخد الفلسطينيين تابوت الله وجم بيه من حجر المساعدة الأشدود، وأخد الفلسطينيين تابوت الله ودخلوه البيت داجون ووقفوه قرب داجون، وطلع الأشدوديين تاني يوم بدري وفين وداجون واقع على وشه على الأرض قدام تابوت الرب. فأخدوا داجون ووقفوه في مكانه وطلعوا تاني يوم الصبح بدري وفين وداجون واقع على وشه على الأرض قدام تابوت الرب، وراس داجون وإيديه مقطوعين على عتبة، فضل جسم السمكة بس. عشان كده ما بيدوس الكهنة بتوع داجون وكل اللي بيدخلوا البيت داجون على عتبة داجون في أشدود لحد اليوم ده. فتقلت إيد الرب على الأشدوديين وخربهم وضربهم بالبواسير في أشدود والحدود بتاعتها. ولما شاف أهل أشدود الموضوع كده قالوا ما يعودش تابوت إله إسرائيل عندنا، لأن إيده قسيت علينا وعلى داجون الإله بتاعنا. فبعتوا وجمعوا لهم كل أسياد الفلسطينيين وقالوا نعمل إيه بتابوت إله إسرائيل؟ فقالوا يتنقل تابوت إله إسرائيل لجت. فنقلوا تابوت إله إسرائيل، وحصل بعد ما نقلوه إن إيد الرب كانت على المدينة بقلق عظيم جدا، وضرب أهل المدينة من الصغير للكبير وطلعت لهم البواسير. فبعتوا تابوت الله العقرون، وحصل لما دخل تابوت الله العقرون إن العقرونيين صرخوا نقلوا لنا تابوت إله إسرائيل عشان يموتونا إحنا وشعبنا. وبعتوا وجمعوا كل أسياد الفلسطينيين وقالوا ابعتوا تابوت إله إسرائيل فيرجع لمكانه وما يموتناش إحنا وشعبنا، لأن قلق الموت كان في كل المدينة. إيد الله كانت تقيلة جدا هناك، والناس اللي ما ماتوش اتضربوا بالبواسير. فطلع صريخ المدينة للسماء.